اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده من المطبخ المصري. كلنا متفقين ان احنا شاطرين قوي في عمليه ان احنا نعمل صينيه بطاطس بالفراخ. صينيه بطاطس بالفراخ بتختلف من بيت لبيت، ولكن احنا شطار فيها. نحط الفراخ سليمه، نحط الفراخ بالجلده بتاعتها، نحمر الفراخ مسبقا، ني بطاطس وفراخ. انا هعملها النهارده بمدرسه المغازي ولكن بالطعم المصري. البطاطس تتقطع كريات والدجاج يتقطع كريات، يعني مكعبات، والاثنين هيتعرفوا على بعض في قلب الحله ونقدمهم في طاجن او نقدمهم يخنه. اسمها يخنه البطاطس بالدجاج. معانا النهارده برغل، والبرغل كلنا عارفين من منتجات القمح الصلب. برغل ناعم وبرغل خشن. برغل الناعم بنستخدمه في التبوله، والبرغل الخشن بيخش في بعض الاكلات زي مثلا برغل بتفين، اكله مشهوره. معايا برغل النهارده هعمل البرغل بالبصل، اكله لطيفه وجميله اسمه طاجن البرغل بالبصل. هاخد شوربه لحمه، شوربه فراخ، لا ده ولا ده، مفيش اي مشكله. التوابل هي اللي هتحسم الامر في موضوع البرغل والبصل. الحلو بتاع النهارده حلو لطيف وجميل، ولكن العصب بتاعه والبطل بتاعه الرز المصري بتاعنا. اسمها حلاوة الرز بالجبنة، دي مشهورة جدا على فكرة، ولكن التكنيك العالي، الفستق الحلبي، مية الزهر، الجبنة اللي تتحط، هل هي عكاوي، هل هي جبنة مشدولة، هل هي جبنة شلش، هي جبنة موزاريلا، التفاصيل جوه حلاوة الجبنة بالرز المصري مع الفستق الحلبي. خلونا مش هنطول على حضراتكم لأن عندي تفاصيل في الحلقة كتير ومعلومة غير معلومة، والمطبخ مصر النهاردة يعني سمع هوس. هنروح فاصل صغير أو هتروحوا بيه. عايز اعمل دلوقتي طاجن البرغل بالبصل. بصل خير ارضنا، العالم بيحسدنا عليه، خلي بالكم. يعني هنقول ده مش احنا اللي قلنا، القران الكريم اللي قال بصلها وصومها وعدسها حاجات نعم ربنا على المصريين لا تعد ولا تحصى. معانا بصل، معانا برغل غسلناه، وبعد ما اتغسل صفينا الميه منه ومركون على جنب. هشوف نشتغل فيه ازاي. حلو الكلام. وهعمل دلوقتي طاجن البرغل بالبصل زي ما قال الكتاب بالطعم المصري. في الطاسه الحلوه دي معانا دي كده اهو زي الفل. بجيب بلانشه، اللهم صل على النبي، ونمسك البصل ده يا عم الشيف نقطعه جوليان. سيبك من المصطلحات اللي احنا مش عارفينها دي، يعني شرايح. بسم الله الرحمن الرحيم. رفيعة كده عشان تاخد تحميرة حلوة. بس أنا بحب دايما أطلع أسرار البصل ده في قلب الطاسة، فأنا هحمر البصلاية دي من غير زيت ولا زبدة ولا سمنة. هاخد الطعم بتاعها والسكريات بتاعتها والكرملة بتاعتها علشان تقلب لي كيان البرغل. كمان بصل، كفاية دول زي الفل، زي ما هما كده في طاسة سخنة. تركاية كده، جربيها هتلاقي ريحة البصل الأحمر ده كده في قلب الشقة بيتكلم مصر. هناخده زي ما هو كده عم الشيف، ونغطي الحلة بتاعتها، وتحط حاجة خالص زي ما هو كده ونغطيها ونرجع لحلاوة الجبنة أو حلاوة الرز بالجبن وإحنا شغالين مع بعض. النار، إيه اللي تفاكي، النار هادية، نرجع للبصلة بتاعتنا. إيه الحلاوة دي يا شيف، اتحرقت؟ مستحيل. بس انا اخدت الطعم بتاع البصل، كاني بشوي بصل. حلو قوي. بنزل بالزيت، هنا البصلايه بتتدلع بقى. خدنا الريحه الحلوه، خدنا امكانياتها، خدنا خيرها في الطعم المشوي الحلو. معانا برغل، برغل ده مغسول وجاهز. هناكل شوية برغل بالبصل، البصل معشق جوه البرغل. كفاية دول. حلو زي الفل. ونقلب كده البصل مع البرغل الجميل الحلو ده كده. بهاراتنا يا عم الشيف، شوية حبهان ممكن نحط، شوية الهيل اللي هو الحبهان، أنا آسف، الهيل المسمى بتاعه حبهان عشان برضو عند العطارين اخواننا.
هنا شويه كمون، شويه بابريكا، نحط شويه كركم هنا مفيش مشكله، كركم مفيد للجهاز الهضمي. اه تعملي طاجن بقى، طاجن ده يعني التوابل اللي انت حباها، اه فلفل ملح وفلفل، اه بس بلاش الزعتر يعني، الاكله دي بريئه من الزعتر. خلي توابلها عربيه. حلو الكلام. ونقلب كده وننزل بميه مغليه. عندك شوربه فراخ انت احسن مني، عندك شوربه لحمه احسن مني، زي ما انت حابه. لسه ما خلصتش. الفص التوم الني هنا من اسرار المطبخ مع المغازي، فص توم ني في قلب الخلطه دي بياخدنا المدرسه تانية خالص. بياخدنا للطعم العربي. وانزل بالميه المغليه. تعالوا مع بعض نشوف ايه اللي الشيف بيحطه. دي هريسه حمراء اللي هي الفلفله الحلوه دي، مش حاميه قوي يعني، هي اسمها هريسه حارة كده المسمى، بس هي مالهاش علاقه بالشطه خالص يعني، فلفله حلوه. تعملها في البيت او تشتريها جاهزه. واسيب الطاجن ده يغلي على النار، تاكل صوابعك وراه. طاجن البرغل بالبصل، ايه اللي مجمله وايه اللي مديله الشخصيه؟ البصل بتاعنا المصري الحلو، بعد ما شويناه نزلنا عليه معلقتين زيت زيتون، نزلنا بالبرغل بالتوابل. هغطيه ونغرف حلاوه الرز بتاعتنا. نجيب سيرفيس حلو كده. تعالوا مع بعض البرغل بتاعنا اهو. طعم. برغل ما بياخدش وقت كتير في السوى، احنا كده كده بناكله مع التبوله اللي هي عباره عن بقدونس، طماطم، نعناع اخضر من غير العروق، يتفرم ناعم بالسكينه بعد ما يتغسل. التبوله يا اخوانا لما نيجي نعملها بنغسل البقدونس الاول والنعناع الاول، ومعلقتين برغل بنقعهم في شويه ميه باردين كده، ونقطع البقدونس والنعناع والبصله الناعمه والطماطم كل ده زي بعضه، وبعدين ننزل عليهم ببصله ناعمه. وسر التبوله البهار الحلو، اوعى تحط على التبوله كمون ازعل منك، اوعى تحط على التبوله فلفل اسود ازعل منك جدا، اوعى تحط على التبوله كزبره خضراء وكزبره ناشفه ازعل منك، اوعى تحط على التبوله شبت ازعل منك. خلي بالك التبوله بهاراتها حاجتين، بهار حلو وملح وزيت زيتون وعصير حمض. ايه هو البهار الحلو المسمى بتاعه عبد العطار؟ الكوبيبه الصيني. ايه هي الكوبيبه الصيني؟ بالشكل قد حبايه الفلفل كده مرتين، يعني قد حبايه البسله الصغيره. حلو ده البهار، ولونها لون رمادي. بتاخديها متحمصه تطحنيها وتحتفظي بيها برطمان. بتعملي مشاوي وعايزه تروحي على لبنان بلد المشويات والجو الحلو، حط من الكوبيبه دي. حلو، عايزه تعملي طبق تبوله طبق فتوش، حط من الكوبيبه دي، اسمها كوبيبه صيني، يسموها اخواننا في الخليج وفي الدول العربيه البهار الحلو. حلو المعلومه دي مهمه جدا. ناخد الطاجن ده كده، انا بقى في الليله دي كلها الطاجن ده. سريع المضغ، سريع الهضم، كبار السن، حبايبنا اللي بيحبوا ياكلوا بسرعه زي حالاتي، ما بحبش اقعد على الاكل كتير. حلو، هو الطبق ده في كل حاجه بقى. دلعني يا شفيق. نازل يتناغم بيتكلم مصري، لانه معمول بالبصل الاحمر الحلو اللي انا شويته قبل ما انزل بالبرغل عليه. اللهم صل على النبي. زي الفل، اللهم صل على النبي. لا مش هياخد كزبره خضراء. كزبره خضراء ايه بقى؟ هحط كزبره خضراء على البطاطس؟ الكزبره الخضراء هنا اللي هنستطعم البصل بتاعنا ولا البرغل هياخدنا في مكان تاني. هو زي ما هو كده، ده كل ما يبرد تاكله يبقى حلو كمان. كل القصه ان انا احط شويه بقدونس على الوش. حلو الكلام. مطبخنا النهارده زي ما حضراتكم شايفين كده فيه شويه بساطه سهوله، ولكن كنت حريص ان المبتدئين في المطبخ يعني مش هيجيبوا فرخه سليمه يتخانقوا معاها ويبدا يخش مبارزه تتقطع ازاي تتعمل ازاي، ونفسها تاكل اكله من اللي كانت بتعملها مامتها، او ان هي مره شافت ماما بتعمل بطاطس بالفراخ عجباها، واحنا كلنا كناها واحنا صغيرين وكنا ناكل البطاطس ونسيب الفراخ، مش باكل فراخ يا ماما، ونكبس على البطاطس. عايزه تعمليها بنفس الطعم، هتجيبي الفراخ الصدور تقطعيها والبطاطس تحمريها، الاثنين بيتفقوا مع بعض في حله واحده، وما تحطيش طماطم، انا بحبها كده. عايزاها بالطماطم؟ معانا طماطم ممكن نحطها. حلو،
وتعملي الطشه اللي انا عملتها دي. الطشه دي بتاخدك لاكله ماما وتيتا وجدته وكل حاجه، اللي هي كزبره خضراء وتومه على النار، شويه البهارات الحلوين، وننزل بيهم على البطاطس غلوه نرفعها نقدمها مع ورده حلوه علامه من علامات الحب. واليخني الجميله الحلوه اللي عجباني دي على فكره، اللي هي البرغل مع البصل، جميله جدا زي ما حضراتكم شايفين. طبعا توجتها بالخضار، الخضار دايما بيطفي الجمال والطبيعه على المكان. حطينا البصل شوحناه على النار من غير اي ماده دهنيه. عايزه تستفيدي بشخصيه البصل، عايزه تستفيدي بقوه البصل وطعم البصل المصري بالذات، اديله فرصه على النار من غير لا بصل زيت ولا سمنه ولا زبده، هيديك الطعم الحلو. ما اسموش رز بلبن ما تزعلنيش، حلاوه الرز بالجبنه، لو الرز بلبن ازعل منه، دي اسمها حلاوه الرز بالجبنه والفستق والحلبي. بالتكنيك العالي اللي انا عملته ده كده عشان اخواننا كمان الشوام ما يزعلوش، لان الاكله دي معروفه عندهم لطيفه وجميله، وبتلمنا كلنا على طبليه واحده بناكلها بالمعلقه كده. الف انا وشفا، وعايز اقول لحضراتكم المطبخ سهل وبسيط، بس قاعده المغازي بتقول لك ايه؟ مفاتيح السعاده في جيبنا، مفاتيح الحياه الزوجيه في بيتنا في جيبنا، مفاتيح العلاقه الاسريه في جيبنا اللي هو المطبخ. عشان تدور عليهم خش المطبخ بحب، هتعملوا كل حاجه حلوه. رؤيا فن ابداع، بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو.